وقمر قدرناه منازل حتى عاد كالجو القديم الشمسين بقي لها أنجو القمر والجسابق والنهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريات من الكون وخلقنا لهم فيما يركبون وإن الشمس فلا طريق لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومحبة إلهيهم وإذا قيهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم فارحمون وما تأتيهم من آية منا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هادو البنات بنات بالخير هما اللي وقعت لهم هاد الحادثة، يعني في طنجة ماتوا بداك الشركة، والله سبحانه وتعالى أن يوسع لهم في قبرهم ويغفر قبرهن ويغفر لنا ولهن، وجعلهم في على في اعلى عليين مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين. ونشكر الجميع لا من السلطات ولا من الحضور اللي حضروا هنايا، نجعل القدوم ديالهم لله، والله سبحانه وتعالى يجعل العمل ديالنا والعمل ديالهم خالصا لوجه الله بدون رياء ولا سمعه، ويسرنا ويسركم في الدنيا والاخره، ويدخلهم على هذه المدينه كلها بالرحمه والمغفره، ويعني وهذا يعني هما في امس الحاجه في هذه اللحظه، هذه في امس الحاجه للدعاء والاستغفار، ويعني وخصوصا يعني في هذه الليله المباركه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يدفن يعني الانسان اليك يقول استغفروا لاخيكم فانه الان يسال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.